حلمت بملك الأردن يمازح زوجته وابنهم الأمير يمازح زوجته، كنت معجبة لتعاملهم لزوجتهم وشفت إني ببدله إيه؟ إني ببدلة سوري بدلة رسمية وأشتغل عند المرحوم الملك حسين ونتحدث ونبتسم. طبعا رؤية زي دي فيها علو قدر ليكي دايما. أنا بحب البدل الرسمية أو اللي بتكون شرطية أو عسكرية، الحاجات دي كلها حتى اليونيفورم نفسه من الرموز المميزة، إن أنت هتبقي مميزة، هتتميزي في أمر ما يخص حياتك بإذن الله تعالى. المماصحة اللي حصلت ما بين الأمراء اللي انت شفتيها في الرؤية ده رمز من الرموز، أولا بيعود عليكي انت إن شاء الله، إن شاء الله بالفرح والارتباط ليكي انت إن شاء الله، وبيعود على العائلة الملكة، لحوارات هتحصل في الدولة، حوارات هتخص الدولة، لعلها خير، أتمنى من الله خير. مهم ما يكونش الضحكة طالعة، لو الضحكة مش طالعة خلاص الدنيا هتظبط معاهم جدا جدا، باتفاقات طيبة هتحصل في الدولة. أما لو الصوت طالع لا، الرؤية هتبقى عكس والله أعلم.